رائحة الشاي ويرتصف الفطور الصباحي في أغلب المحال المتخصصة داخل مدينة الموصل. عند السادسة صباحا يبدأ توافد الزبائن لشراء الإفطار. بصمة العيد واضحة المعالم هنا، فطقوسه تفرض سيطرتها على الأجواء كل عام. العالم بعد ما توجه للصلاة ورا الصلاة تتوجه إلى محلات الألبان حتى يشترون الجيمر والقشوة، يعني وإقبال شديد على الجيمر خاصة الموصل، يعني وبالعيد إلا يتريقون جيمر بالبيت. وبعد اعتيادي من يأخذ الريوق يقومون يزورون المقابر، كل واحد اللي يروح على أهله، على أمه، على أبوه، على أخوه، زوجته، ابنه. وبعد ما يرجعون من القبور يقومون يروحون يتوجهون البيوت الأقارب والأصدقاء حتى يعيدوهم بعيد الأضحى. وهذا عيد الأضحى يعني العالم أكثرها الضحي بالعيد. والله الباتشا، القلية، القولات، هاي الأكلات الدسمة يعني مشهورة بيها، الكباب الكبار، كباب التمان، يعني هاي الأمور كلها متوارثية نحن. وتحمل مناسبة عيد الأضحى المبارك في طياتها الكثير من المعاني الإيجابية الروحانية، حيث تعم الفرحة والبهجة بين الجميع، ويصطف طابور الأمنيات طويلا، لكن أمنية دوام الأمن والأمان هي في الصف الأول دوما. دائما نحن نقول أنه مدينة الموصل في تقدم ملحوظ نحو الإعمار، نحو التكاتف، نحو البناء المجتمعي. اليوم لأول مرة تحدث صلاة العيد وخطبة العيد في مكان موحد. حقيقة الشباب لما اختاروا هذا المكان كان بها هدف وكان بها فكرة، أنه هذا المكان يعني في يوم من الأيام كانت ساحة حرب، واليوم نشوف أنه كل المكونات تجتمع في مكان واحد. هذا دليل على عودة الأمان الحقيقي لهذه المدينة، دليل على تكاتف وارتباط وتسامح أهل المدينة مع بعضهم. والله نتمنى الأمنيات للشعب العراقي بالسعادة والأمان والسرور إن شاء الله، على الشعب العراقي والشعب الموصلي بشكل خاص، ونسأل الله أن يفرج عن أخواننا في غزة والسودان. لا تمر فرحة هذه الأيام على الجميع في الموصل، فالبعض يقف رفقة الحسرة ويراقب فقط، فالفرحة تستثني الفقراء في بعض الأحيان وتحتفل مع الأغنياء فقط. وبذلك فإن العيد لا يزور قرابة ثلث سكان الموصل الذين لا يزالون قابعين تحت خط الفقر. لبرنامج نسمة زاغروس، محمد طلال، الموصل.